من قناة. بعكس كلامي معك، بقول كلام مختلف. سمو الأمير بيسا، أنا راضي عن التحكيم والحكم ممتاز. سمو الأمير، المباراة جاءت في آخر ثانية، أي نعم نلعب على 90 دقيقة، ولكن كان هناك أخطاء في الدفاع. الهلال عرف عنه الانضباط التكتيكي دفاعيا والتسجيل في أي وقت. والله شوف، أنا بقول لك على شيء، إحنا كنا في وضع حرج. تعرف الجول الأول اللي جاء خطأ من عزيز في المقام الأول لما ترك الكرة، ومن نامي بشكل أكبر. أنا نزلت بين الشوطين عشان أقول لنامي وعزيز تحديدا أنكم أنتم بيض الله وجهكم وما قصرتوا، والغلطات هذه ممكن تحصل مع أي لاعب، المهم أنكم أنتم في الشوط الثاني تثبتون أنفسكم، وقد كان. كان مهم نفوز، فعشان كذا كان التركيز على الهجوم اكثر من الدفاع، ربما هذا هو السبب فعلا. كان في مثلا كوره الاهلي الاماراتي لو اللي ضربت في العارضه مرتين، هذه كان ممكن تقتل حظوظنا في المباراه، لكن الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، قلنا بالنوايا الطيبه. سمو الامير، في مباراه القادمه امام الاتحاد، قلت امام الاتفاق سننسى الاتحاد، اليوم تتذكر الاتحاد، ماذا تقول عنه؟ الاتحاد فريق كبير وفريق قوي، والهلال والاتحاد اقوى فريقين في الدوري السعودي، وهذا الكلام بالارقام. آخر سنوات كان هم المتنافسين، السنة هذه بين الهلال والاتحاد نقطتين، بين الهلال واللي بعده 14 نقطة. هذا يعطيك انطباع أنه هذول الفريقين هم الأجدر والأكفأ والأقوى والأكثر تنظيما في الدوري السعودي. إذا فاز الاتحاد فهو فريق كبير وما يستغرب، ولا ينبغي الجماهير الهلال أنها تغضب لأنها انهزمت، أو الدوري أخذ من فريق كبير. وإذا فاز الهلال بالدوري برضو ينبغي على جماهير الاتحاد انها ما تغضب، لان الدوري اخذ فريق كبير. احساسي ويقيني باذن الله ان الدوري هلالي. سمو الامير، اخيرا شاهدت الجمهور اليوم يصفق للسيول؟ اليوم سول وفعل.